هل تعلم ما هو الأسطول الأصفر وإيه حكاية رحلته العجيبة اللي استمرت 8 سنوات؟ تمن كبير دفعته 14 سفينة بعد ما اتواجدت في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، والثمن ده وصل لثمان سنين من الحصار وسط الحرب، حصار لم يفك أسره إلا انتصار مصر في حرب 6 أكتوبر سنة 1973، والحكاية إن كان في 14 سفينة بتعبر قناة السويس في يونيو سنة 1967 لما حصلت النكسة، وبسبب الحرب اتحبست السفن دي في منطقة البحيرات المرة في قناة السويس، لا قدرت تعدي وتكمل رحلتها ولا حتى ترجع لبلادها بسبب إغلاق القناة. وتعرفت الـ 14 سفينة مع الوقت بالأسطول الأصفر بسبب الرمل اللي غطى سطح السفن بعد ما فضلت راسية طول الفترة دي، لدرجة إن السفن شكلت اتحاد سمته اتحاد البحيرات المرة، وعملوا أولمبياد وطابع بريد، وفضلوا متواجدين في قناة السويس لحد انتصار 6 أكتوبر 1973 اللي كان بداية الأمل لرجوع السفن لبلادها. وفعلا في 1975 وبعد إعادة فتح القناة تم قطر أغلب سفن الأسطول الأصفر لبلادها، لأن طبعا محركاتها تعطلت بسبب طول فترة توقفهم في قناة السويس.